سؤال: الزوج إذا اختلعت منه زوجته ممكن يراجعها؟ الخلع يا عبد الله أو يا أمة الله، أي كان السائل أو السائلة، بينونة صغرى لا يتراجع بعده الزوجان المختلعان إلا بعقد جديد ومهر جديد، لأن الرجعة التي تكون بقرار منفرد من قبل الزوج تكون في الطلاق الرجعي، هي التي ورد فيها قول الله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. أما الخلع لا يصلح فيه هذا، وإلا انعكس على أصل الحكمة من الخلع بالنقض، لأن المرأة قد بذلت مالها لتملك أمرها ولتملك قرارها، فإذا بذلت مالها ثم كان لزوجها الحق في رجعتها بقرار منفرد، فهذا ينعكس على أصل المسألة بالنقض والإبطال. جاء في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ما يلي: الخلع حل عقدة النكاح بعوض تبذله الزوجة أو بغير عوض إذا وقعت الفرقة بلفظ الخلع، وذلك إذا أبغضت المرأة زوجها ولم تطق صبرا على الإقامة معه دون سبب من جانبه يقتضي التطليق أو الضرر. يعتبر الخلع طلقة بائنة بينونة صغرى، وتملك الزوجة بعده أمرها، فلا سبيل لزوجها إليها بعد ذلك إلا بعقد جديد ومهر جديد. استطراد جميل: لا يجوز أن يكون بدل الخلع التخلي عن حضانة الأولاد ولا عن نفقتهم، لأن الحضانة مقررة لمصلحة المحضون، فلا تستخدم سلاحا في هذه الخصومة ولا مادة نبرج عليها. فلا يجوز أن يكون بدل الخلع التخلي عن حضانة الأولاد ولا عن نفقتهم، فإن وقع هذا صح الخلع وبطل الشرط. والله تعالى أعلى وأعلم.